موجز أخبار سياحة من جريدة وقناة حواس براس، أهلا بكم. بداية، أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية جائزة ثانية للشباب الجزائري الذين تتراوح أعمارهم بين 18 والخمسة وثلاثين عاما. وحسب بيان الوزارة، فإن هذه المسابقة جاءت في إطار برنامج التعاون جيل السياحة بين البلدين. هذا وكشف وزير الاتصال محمد بوسليمان اليوم السبت على هامش اللقاء التوجيهي لأعضاء بعثة الحج عن توجه وفد إعلامي لمرافقة الحجاج. وأوضح بوسليمان أن ممثل الوفد الإعلامي واعون بالمسؤولية التي على عاتقهم، وهم سفراء الجزائر ولهم دور هام، كما سيعملون على نقل ما يحدث بالصوت والصورة. إلى أحوال الطقس، إن كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار الرعد غزيرة على الولايات الوسطى والغربية بداية من مساء اليوم السبت. وفي تنبيه لها، أوضحت ذات المصالح أن تساقط الأمطار سيكون معتبر محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم ليستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد. هذا وفإن الولايات المعنية هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، صعيدة البيض، غليزان، تيارت الأغواط، شلف، خنشلة وبتنا. بهذا مشاهدينا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري الذي يأتيكم عبر جريدة وقناة حواس براس. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.